يتجاوز هاي العقبات. ضايش ويوسف الأمين واحترافهم بالدوري السعودي. الدوري السعودي قيمة عليا يعني حسب المنطقة، من أفضل دوريات المنطقة صراحة يعني، وينافس دوريات حتى الأوروبية ممكن كمستوى فني وكقيمة لاعبين. يعني تجربة كلش ممتازة، وجاي جنون ثمارها بالمنتخب. يعني بايش من راح للدوري السعودي مو مثل ما بايش بالجوية، اكو اختلاف يعني افضل. اكو طبعا افضل، افضل ممكن نضج، افضل ممكن تصرفه بالملعب صار افضل، والحمد لله متوفق بالنادي السعودي متوفق. انا لما متابع مبارياته انه متوفق، لاعب جاي ينتج ليش عكس الفتره السابقه. يختلف مع المنتخب مستوى بايش عن الدوري السعودي مع الرياض؟ التوظيف، توظيف اي واسلوب اللعب يعني. فريق متابع انا، فريق يهاجم يلعب استحواذ عكس منتخب. نحن ما نلعب الاستحواذ ولا الهجمه السريعه، ولا قلت لك احنا اسلوبنا واضح، التحفظ خطف المباريات باقل جهد يعني، نوصل قليل المباراة. علي الحمادي واحترافه وصعود فريقه للدوري الانجليزي.